أخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، نقدم لكم الحالة الوبائية خلال 24 ساعة الماضية والخاصة بكوفيد 19. عدد الحالات الجديدة 24، جميعها من ضمن المخالطين، فيما بلغت والحمد لله حالات الشفاء خلال 24 ساعة 93 حالة شفاء جديدة، 0 من الوفيات والحمد لله، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة منذ بداية الوباء 6273، من ضمنها 5946 من ضمن المخالطين، 148 حالة مجتمعية، 179 من الحالات الوافدة. إجمالي الشفاء منذ بداية الوباء 4776، فيما بلغت إجمالي الوفيات منذ بداية الوباء 156، نسأل الله العلي القدير أن يضمهم في واسع رحمته. تبلغ الحالات المنشطة اليوم 1341 على عموم التراب الوطني، من ضمنها 1314 من الحالات بدون أعراض، 25 حالات خفيفة وحالتان حرجة. أما بالنسبة للفحوص فقد بلغ عدد الفحوص خلال 24 ساعة الماضية 668، من ضمنها 128 من فحوص المتابعة و 540 من فحوص التشخيص، ليصل بذلك إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء وحتى اليوم 61961. بالنسبة لفحوص 24 ساعة الماضية هي موزعة كالتالي: 43 على مستوى ولاية الحوض الشرقي، 4 في الحوض الغربي، 4 في ولاية العصابة، 7 بقرقل، 13 بالبراكنة، 23 بترارزة، 11 بولاية أدرار. بالنسبة لولاية داخلة المواذيب 224 فحص جديد، 3 فحوص جديدة على مستوى ولاية تقانت، قدماغة 2، تير الزمور 4 فحوص جديدة، 0 على مستوى إنشيري، 153 على مستوى نواكشوط الغربية، 91 على مستوى نواكشوط الشمالية، و 86 بنواكشوط الجنوبية. أما بالنسبة للحالات الجديدة فهي موزعة كالآتي: 1 بالنسبة لمقاطعة باسكنو، حالة واحدة ببوتيليميت، حالتان بأطار، 3 حالات بنواذيبو، 4 حالات بالكسر، 5 حالات بتفرق زينة، حالتان بدار النعيم، حالتان بتيارت، وحالتان بتوجني. الميناء حالة واحدة، ومقاطعة الرياض حالة واحدة. أما بالنسبة للمرضى المحجوزين على مستوى مستشفياتنا فهي كالآتي: 17 إجمالي، 17 من الحالات العادية وحالتان حرجتان، هي موزعة كالآتي: بالنسبة لمستشفى بوغي حالتان، بالنسبة لمستشفى روسو 4 حالات حجز، بالنسبة لأطار حالة واحدة، 4 بنواذيبو حالة واحدة على مستوى المستشفى الوطني، حالة واحدة على مستوى المستشفى الشيخ زايد من واكشوط، مستشفى الصداقة حالتان، مركز أمراض الكبد والفيروسات حالتان. أما بالنسبة للحالتين الحرجتين فهم على مستوى مستشفى الصداقة ومستشفى أمراض الكبد والفيروسات. Madame et Messieurs, je vous présente la situation épidémiologique des dernières 24 heures sur l'étendue du territoire national. Nous avons enregistré 24 nouveaux cas. Les 24 nouveaux cas, c'est des cas contacts, 0 cas communautaire et 0 cas importés. Nous avons enregistré 93 nouvelles guérisons et heureusement 0 décès. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 6273, dont 5946 cas positifs parmi les contacts, 148 cas communautaires et 179 cas importés. Le cumul de guérison est de 4776 et malheureusement le cumul de décès est de 156. Nous avons aujourd'hui 1341 cas actifs, dont 1314 asymptomatiques, 25 avec symptomatologie légère et 2 cas critiques. Le nombre de tests effectués durant les dernières 24 heures est de 6668.
dont 128 tests de suivi et 540 tests de diagnostic, soit un total de tests effectués de 61 961 depuis le début de la pandémie. La distribution des tests durant les dernières 24 heures est la suivante. Houd Sharqi 43, Houd Gharbi 4, Asaba 4, Gorgol 7, 13 au Brakna, 27 au Trarza, 11 à l'Adrar, 224 à Nouadhibou, Tagan 3, Guidimaka 2, Tirzemour 4, Inchiri 0, Nouakchott Ouest 153, Nouakchott Nord 91 et 86 au niveau de Nouakchott Site. La distribution par Moukata de nouveaux cas. Besknou 1, Boutilimit 1, Attar 2, Nouadhibou 3, Ksar 4, Tevrak Zeyne 5, Dar Naïm 2, Teyer 2 et 2 au niveau de la Moukata de Toujouni. Un nouveau cas à Lmina et un nouveau cas à Riyad. Pour la distribution des hospitalisés, nous avons un total de 17 hospitalisés avec situation clinique stable et 2 cas critiques. La distribution est la suivante. Bogué 2, Rosso 4, Centre hospitalier d'Attar 1, Centre hospitalier de spécialité à Nouadhibou 4, Centre hospitalier national à Nouakchott 1, Hôpital Cheikh Zayed 1, Centre hospitalier Amitié 2, l'INHV 2. Et pour les cas critiques, un cas critique à l'Amitié et un cas à l'INHV. Je vous remercie. إذن اليوم تم تسجيل 24 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 6273 إصابة، وكما تم تسجيل 93 حالة شفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء إجمالي حالات الشفاء في موريتانيا إلى 4776 حالة شفاء. قرر مؤتمر الرؤساء